أول رد لابتسام تيسكت على الفنانة سعاد حسن، إليكم التفاصيل. ردت خريجة برنامج ستار أكاديمي ابتسام تيسكت على تصريحات المطربة المغربية سعاد حسن الأخيرة، التي قصفت من خلالها العديد من الفنانات المغربيات وانتقدت أصواتهن. وقد كشفت ابتسام تيسكت في تصريح إعلامي لها أنها لا تهتم للانتقادات الغير البناءة، وذلك بعد تصريح سعاد حسن المثير، والذي أكدت من خلاله أن ابتسام يصعب عليها الغناء على المسرح. وقالت ابتسام في ردها: هذا الرأي لا أساس له من الصحة، ما غاديش نرد، ولكن بالنسبة لي طلعت المسارح كبار وغنيت مع ناس كبار. وأضافت: وباش تتهم شي حد خاصك تكون واخد واحد الخلفية على هاد الفنان شمن مسارح غنى فيهم. أنا كيهموني الناس اللي عندهم انتقاد بناء، أما اللي كتقول شي حاجة بحال هكذا ما عندي لاش نجاوب. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة سعاد حسن كانت قد قصفت في أحدث تصريحاتها الإعلامية مجموعة من الأسماء الفنية المغربية كالمغنية الشعبية أميمة بازية، ابتسام تيسكت، وسلمى رشيد وآخرون. وبسبب تصريحاتها اللاذعة شن على الفنانة سعاد حسن هجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومما قيل كذلك عن الفنانة سعاد حسن هو أنها ليس لها الحق في تقييم مستوى أي فنان، باعتبار أن حياتها الفنية خالية وفارغة من أي إنجاز شخصي، فهي دائما ما تؤدي أغاني قديمة للفنانين آخرين وأن رصيدها فارغ. وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم أنها فنانة بالصدفة، حيث شهرها فيديو انتشر على نطاق واسع وهي تغني أغاني لفنانين آخرين، معتبرين أنها تكبرت وتجبرت ووصل بها الحد إلى الكلام عن الصوري الذي شارك معها في The Voice. جاء في أحد التعاليق: سعاد حسن لزامة كبيرة ومن المفروض تكون ناضجة، بالعكس دايرة راسها في النخالة حتى كينقبها الدجاج.